السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا. النهاردة جايبة لكم وصفة حلوة جدا. الوصفة دي بتعالج القولون والالتهابات اللي بتبقى موجودة في القولون، ده غير انها بتساعد كمان على التخسيس، بتنظف معدتك من اي حاجة متحجرة. الناس اللي عندها امساك، اللي بتعاني من التهابات في القولون، بجد المشروب اللي انا هقولك عليه النهاردة ده او هقولك عليه هيريحك جدا. المشروب ده انا كنت عاملاه من فترة وبجد انا حبيت ان انا اكرره تاني. ليه بقى؟ لان لقيت امبارح كومنتات لناس كتير قوي بجد مبسوطة جدا من المشروب ده. فده بقى لمتابعيني الجداد اللي ما شافوش المشروب ده، ان شاء الله جربيه بس وهتشوفوا بجد بيخلي معدتك مرتاحة جدا جدا وبيريح القولون. الناس اللي عندها القولون هتشوفي بجد وهتجربي. هنخش على طول في المكونات بتاعتنا ونبدأ نعملها مع بعض. المكونات كلها عبارة عن أعشاب بنجيبها من عند العطار. يلا بينا نقول أول حاجة. بصوا حبيبي، أول حاجة أنا بحتاجها النهاردة معايا في الوصفة بتاعتي دي، أول حاجة وهو اليانسون. طبعا ما فيش بيت ما فيهوش يانسون أهو. بصوا بس أهم حاجة ركزي في المكونات لأنها كتير بس كلها سهلة وموجودة في البيت. معلقه من اليانسون، تمام، ادي اول حاجه. يعني ممكن تجيبي قلم وتكتبه علشان حاجات كتير معايا. تاني حاجه هنا معايا الشمر او حبه الحلاوه زي ما بنسميها. كمان معايا هنا الكمون، بس خليه الكمون الحصى، والكمون ده مهم جدا جدا. الكمون الحصى بلاش المطحون عشان ما يبقاش طعمه يضايقك شويه، تمام. معايا كمان هنا معلقه من الشاي الاخضر. لو انت كمان يعني عايزه الوصفه دي للتخسيس ضيفي عليها معلقه من الشاي الاخضر، تمام. كمان معايا هنا اخر حاجه او الحاجه اللي قبل الاخيره، لان في حاجه كمان هضيف معايا، معلقه من الرمان او قشور الرمان يعني الموجود عندك، تمام، قشور الرمان، لانها برضو كويسه ومريحه جدا 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 للمعده. بصوا احنا حطينا كام حاجه. اخر حاجة بقى ودي برضو كويسة جدا للتخسيس وللقولون، وهو لبان الذكر. كل اللي انا هحتاجه هحتاج حبة واحدة بس زي دي. بصوا اهي واحدة فقط لا غير. طبعا ده بيكون شكله اهو، بس يكون لبان الذكر المر اللي هو العلج المر، بلاش اللبان الذكر العادي ده اللي بنضغه، لا انا عايزة المر، هو ده المفيد معايا النهاردة في الوصفة دي. هاخد برضو حبايه زي ما قلت لكم اهو، وبعد كده هنزل بقى بكوبايتين ميه مغليه. انا معايا هنا الكاتل، يعني ايه، بصوا انا هعبرها كده عشان احنا هنحتاج كوبايتين فقط. المقادير دي كوبايتين يا جماعه اهو. هاخد كمان كوبايه اهو. نسيت اقول لك برضو لو في نعناع اخضر او نعناع ناشف برضو ضيفيه. انا عايزاكم بقى تجربوا الوصفه دي وبجد هتدعوا لي زي ما لقيت ناس كتير والله العظيم بتدعي لي، وده اللي شجعني ان انا اعملها تاني. يعني ده اللي شجعني ان انا اعمل لكم الوصفه دي تاني عشان متابعيني الجداد. ناس كتير قوي بتعاني من القولون ودي بجد هتريحك قوي. هشربها ازاي بقى؟ بصوا بعد ما نعملها كده هنغطيها باي طبق او اي غطا ونسيبها منقوعه كده لحد ما تبرد، انها تبقى دافيه بس، تمام. وبعد كده هبدا اصفيها في المصفه بتاعتي اهو. نجيب المصفه والشفشق ده، احاول ان انا برضه اصفيها عشان اوريكم شكلها وريحتها جميله وطعمها جميل جدا. هبدا اصفي في المصفه، بس طبعا بعد ما ننقعها يعني زي ما قلت لك عشان تخرط معايا، بلاش ترفعيها على النار، مش عايزه الغليان ده عشان الغليان ده مش كويس للمعده. زي ما انا عاملاها كده اعمليها بالظبط، تمام. كده انا معايا الكوبايتين بتوعي. هشربهم امتى بقى الكوبايتين دول؟ انا هاخد اول كوبايه اشربها اول ما اصحى من النوم. هتخلي معدتك طول النهار مفيش اي وجع، مفيش الم في المعدة. للناس اللي عندها امساك، اللي عندها حاجات متحجرة في البطن، كل ده هينزل ان شاء الله اول ما تدخلي الحمام. ده بالنسبة للفطار، قبل الفطار. بالليل قبل ما تنامي خدي الكوباية التانية دي برضو وبجد هتدعي لي.
هتدعيلي من الوصفة دي. وصبي عليها بس لمدة 3 ايام او اسبوع، لو ما ارتحتيش بعد 3 ايام وان شاء الله بطنك هتبقى بصي مفيش الم مفيش مغص. الناس اللي بيبقى عندها مغص يعني والتهاب القولون ده حاجة طبعا ربنا يشفي كل مريض يا رب ان شاء الله. وزي ما قلت لكم وصبي عليها وهتشوفي نتيجة كويسة ان شاء الله. لو عايزة الطعم يبقى حلو اكتر حطي النعناع برضو حفنة صغيرة كده او معلقة. ده طبعا كان الفيديو بتاعي النهاردة، والوصفة بتاعتي النهاردة سهلة جدا وان شاء الله مفيدة للجميع، واتمنى ان انتوا تستفادوا بيها. متنسوش بقى شجعوني باللايك واشتركوا معايا في قناتي قناة جيجي كل حياتي على اليوتيوب، وكمان تابعوني على الانستا جيجي صباح، وانا حطلكم اللينك بتاع الانستا بتاعي عشان تشتركوا عندي وتابعوا كل صوري ان شاء الله. يلا اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.